فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: آتي مبكرا إلى المسجد وأقوم بحجز مكان لزميل لي سيأتي فيما بعد، هل يجوز ذلك؟ نعم. يقول: آتي مبكرا إلى المسجد ثم أقوم بحجز مكان لزميل لي سيأتي فيما بعد، هل يجوز لي هذا؟ لا، اللي ما حضر ما له حق أنه يحتجز مكان، ما له حق يحتجز مكان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.